يلا بينا بقى نبدأ أول حاجة معانا النهاردة ونشوف أول بوست معانا. حازم بيقول اطمن أنت مش لوحدك، ده الهاشتاج. الثورة دي بداية زي الهجرة والميلاد، الثورة دي بسملة. كمل بقى الآية. على فكرة هقرا لكم البوست تاني وبالراحة. اطمن أنت مش لوحدك. فهو الكلام ده يا جماعة لو عايزين بقى تجيبوا الأصل بتاعه، القصيدة بتاعة تميم البرغوثي في يا شعب مصر. فحازم مختار لنا أبيات جميلة جدا، بيقول الثورة دي بداية زي الهجرة والميلاد، الثورة دي بسملة، كمل بقى الآية. مع كل مرة قراية حسنها يزداد، والآية تجري تسلم أختها الراية من غير نهاية، وحتى الوقف مش معتاد، وبكرة أيامنا تبقى حكاية ورواية عن ناس يباتوا حفاية يصبحوا أسياد. تميم البرغوثي وشعره الملهم، والثورة مستمرة مهما حاولوا يوقدوها، الثورة مستمرة مهما قفل السيسي الميادين وأطلق قلابه في الشوارع، هتفضل الثورة مستمرة، لأن الثورة حية في نفوس الناس، الثورة حية في ضمائر الناس، وكل واحد بيعبر عن ثورته بطريقة مختلفة. وهيجي اليوم اللي هيتجمع كل الناس دي، يتجمعوا في ميدان واحد وهيسقطوا النظام بإذن الله. هذا الانقلاب سيسقط، سيسقط شاء من شاء وأبى من أبى. يلا نشوف المعز قال إيه. من الشعب السوداني إلى الشعب المصري الشقيق، ربنا معاكم والشعب السوداني معاكم، ضد حكم العسكر الجاهل الفاقد للإنسانية، ويسقط يسقط حكم العسكر، اطمن انت مش لوحدك. بص بقى الجميل، بص الجميل، عندما اطلق هاشتاج اطمن انت مش لوحدك، كنا بنطمن الجزائريين وبنطمن السودانيين. شفت الشعوب بتعمل ايه مع بعض؟ الشعوب السوداني النهارده بيقول لك اطمن يا مصر انت مش لوحدك، بعد ما انت قلتها له. طول عمر الشعوب العربيه شعوب واحده، وثوره الربيع العربي ثوره واحده، واللي بيحصل في مصر بيأثر على على كل الوطن العربي، واللي بيحصل في أي حتة في الدنيا بيأثر على مصر، لأننا كلنا جسد واحد. والثورة اللي قامت في السودان فرحتنا بيها ما تقلش عن فرحتنا بثورة مصر وثورة يناير. والثورة لو نجحت في بلد واحدة هتكمل في الدول العربية كلها، لأن هي في الأخير اسمها ثورة الربيع العربي. يلا نشوف شمس قالت إيه. قولا واحدا، من جاء بالدبابة لا يرحل بالصندوق، ولو حتى عملنا زار وذبحنا قربان. ده زي الخفاش مش هيطلع إلا بالدم، اتحدوا وخلوا خلافاتكم على جنب، دلوقتي نخلص من العصابة وبعدين نقعد ونتحاسب. هم هدفهم يفرقونا عشان يضعفونا، عدوك غبي وانت لازم تستغل ده. اطمن انت مش لوحدك. اكيد يا جماعة لازم نتوحد، واكيد الكل لازم ينسى خلافاته ويركز في هدف الأكبر، بس في نفس الوقت لازم كل فرد وكل واحد فينا يعمل اللي عليه. اشتغل، اعمل اللي عليك، ما تقعدش تنتقد ولا تقلل من مجهودات الناس، ولا تقولي هتصفر وتخبط الحلل. يا اخويا هصفر وهخبط على الحلل وهعمل اي حاجه، طالما اي حاجه من اللي انا اعملها دي انا مؤمن من جوايا ان هي تسقط هذا الانقلاب، او تساعدني على الاقل ان احنا نتجمع ونتوحد من جديد حتى لو على صفاره. كل واحد ممكن يعمل اي حاجه بالنسبه له صغيره، بس هي ممكن تغير حاجات كتير. وباكد الكلام، ما تستصغرش عمل ممكن تعمله ابدا. يلا نروح للفقير الى الله. ارواح شهداء 25 يناير بتنادي يا بلادي انا بحبك يا بلادي. يلا بينا نرجع ثورتنا، هنبدا من جديد، نقول يا الميدان احنا اكتر، احنا نكسب، هم خونه وقتله، هم معاهم سلاح واحنا معانا الروح. اطمن انت مش لوحدك. يلا نروح مشاهدينا الكرام سريعا جدا ونشوف البوست اللي بعده. يلا بينا. عايش يوم واحد كالأسد خير من عيش 100 سنة كالنعامة، والجبناء يهربون من الخطر، والخطر يفر من وجه الشجعان. اطمن انت مش لوحدك. يلا نروح مشاهدينا الكرام لاخر بوست معانا على موضوع هاشتاج اطمن مش انت مش لوحدك، وهذه الدعوة اللي بنكرر دعمنا ليها. تعالوا نشوف مع بعض. مصطفى بيقول طالما الموضوع بدأ بدم وظلم يبقى ان شاء الله الفرج قريب، اطمن انت مش لوحدك.